حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى لايف. هذه مساحة جديدة نفتح من خلالها آفاقا للحوار ونناقش فيها جملة من القضايا والمواقف السياسية وغير السياسية. عناوين للنقاش مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم: العنوان الأول، جولة قادمة في جنيف لاختيار القوائم المرشحة، فهل تكون جولة مثالية أم ستعصف بها رياح الخلافات؟ العنوان الثاني، خرق وتهديدات عسكرية، المسماري يكشف عن انتهاك للمجال الجوي ويحذر من العواقب. إلى النقاش مشاهدينا الكرام. جولات الحوار السياسي مشاهدينا الكرام مستمرة متواصلة في أكثر من مدينة، في أكثر من عاصمة، في أكثر من دولة. هنالك ملتقيات لجمع شخصيات ليبية في أكثر من جسم سياسي وغير سياسي، رسمي وغير رسمي. اليوم نحن بصدد الحديث عن ملتقى الحوار السياسي الذي تنظمه وترعاه بعثة الدعم الأممية برئاسة المبعوثة الأممية بالإنابة، طبعا ستيفاني ويليامز أمريكية الجنسية. الجولة اليوم مشاهدينا الكرام هي في جنيف السويسرية، في مقر الأمم المتحدة هناك في مدينة جنيف السويسرية. 75 شخصية بدأت تتوجه إلى هناك، في شخصيات وصلت اليوم إلى مقر الأمم المتحدة للنقاش حول نقطة واحدة وجوهرية ومحورية، وهي اختيار القائمة الأبرز أو الأفضل من ضمن القوائم التي ترشحت. طبعا الأيام الماضية انشغلنا في وسائل الإعلام بتغطية الملف الأبرز في الأيام الماضية فيما يتعلق بالحوار، وهو الشخصيات التي استأنست في نفسها ورأت أنها تملك القدرة والكفاءة ولها من المؤهلات والخبرات والمهارات ما يجعلها قادرة على التعامل مع التحديات والتفاصيل الصعبة جدا في الملف الليبي. انشغلنا بهذه الأسماء، أسماء في رئاسة الحكومة، أسماء في المجلس الرئاسي، شخصيات كلها تمارس في العمل السياسي، بعضها عضو في مجلس النواب، الآخر عضو في الأيام المؤتمر الوطني، منهم من كان في الحكومات السابقة، منهم من كان سفير، يعني مجموعة من الأسماء التي هي موجودة في المجال وفي الأفق السياسي استأنست ورأت أنها تملك القدرة والكفاءة وأنها هي قادرة على أنها تكون موجودة في المرحلة القادمة، طبعا لستة أشهر أو أكثر، يعني لأن الانتخابات حتكون في ديسمبر القادم. فبالتالي اليوم وصلنا نحن مشاهدينا الكرام إلى مسألة القوائم وأي القائمة سوف تفوز. هنالك أجواء يقال أنها أجواء إيجابية، هنالك نوع من التوافق، هنالك حالة طبعا من القبول، الأسماء بدأت تظهر، الملفات بدأت موجودة، أيضا المشاريع اللي على استحياء كتبت أيضا بدأنا نطلع على تفاصيل منها. هل سوف نشهد تتويجا مثاليا؟ هذا هو السؤال، وليس مجرد سؤال، هو عبارة عن تحدي، لأنه التغلب عليها أو إجابة هذا السؤال تحتم على المشاركين التغلب على مجموعة من التحديات. أنا قلت في العنوان هل سوف تكون جولة مثالية أم ستعصف بها رياح الخلافات، وهذا هو السؤال الذي أحيله إلى ضيفي الكريم من مدينة بنغازي السيد إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب. سيد إبراهيم مرحبا وشكرا لتلبية الدعوة، أعطينا إجابتك تفضل. مساء الخير أخي طه، مرحبتين، أشكرك دائما على استضافتي و حياك الله، يسعدني دائما المشاركة معك وعلى قناتك الموقرة قناة 218 التي يتابعها الجم الغفير من الشعب الليبي لما لها من وسطية واعتدال وإعطاء كل ذي رأي مساحته من النقاش والحوار. أخي طه، طبعا أنت تعلم أننا منذ بداية هذا الحوار وفي ظهوري في الإعلامي وخاصة معك
كنت دائما أدفع باتجاه الحوار السياسي لأننا جربنا كل شيء، فشلنا في كل شيء، ولم يعد أمامنا إلا أن نلتجأ إلى الحوار والجلوس مع بعضنا. لا منتصر ولا مهزوم في المسألة الليبية من 2011، وعقلية المنتصر والمهزوم والمدن المنتصر والمهزومة والثوار والأزلام وفبراير وسبتمبر والملكية كلها كانت تتضارب وتتعارض. إذا لابد من السير في خطوط متوازية إذا أردنا لهذا الوطن أن تلتئم جراحه وأن يجتمع على كلمة واحدة أقل شيء فترة مؤقتة، خاصة بعد المظاهرات العارمة التي خرجت في كل المدن الليبية تنديدا واستنكارا للوضع المزري الاقتصادي والأمني والمعيشي في الدولة الليبية، ناهيكا أخي طه عن غياب السيادة للدولة الليبية على ترابها الوطني وتهريب كل ما يمكن تهريبه وسرقة كل ما يمكن سرقته في غياب الدولة المركزية وفي غياب السلطة الموحدة في الدولة الليبية. لذلك كان لزاما علينا نحن كعقلاء ولزاما على كل من يعني يملك شيء من الوطنية أن نجلس وأن ننقذ ما تبقى من هذا الوطن. دفعنا بهذا الاتجاه حتى وإن كنا في البداية، وكنت أنا يعني وصلت حتى إلى كثير من المشاحنات وبعض الأمور التي وصلت إلى مواصيل لا يمكن تصورها مع أعضاء من البرلمان زملائي، عندما صرحت بأنه لو حتى لو أخذت سلبت منا كثير من الصلاحيات عن طريق لجنة 75 ويلتئم الوطن ونجتمع على سلطة واحدة تمادى انتخابات أو دستورية تحت يعني دستور ولو مؤقت لباس بذلك. ها هي الساعة الآن أخي طه يعني أزفت، وأعتقد أن الأرض مفروشة وورود حسب رأيي، ليس هنالك يعني كثير من الأشواك. البعثة الأممية تعاملت مع الحالة الليبية والتي درستها جيدا، أعتقد درست الحالة النفسية الليبية جيدا سواء كانوا مسؤولين أو غيره، درستها جيدا وعدت لها كل شيء، تعاملت بحكمة وبذكاء وبأريحية وبسعة صدر حتى وصلت إلى الآن. ليس لديهم إلا خيارين، إذا رفض هذا الخيار يقبل الخيار الآخر، وفي النهاية سينتج عن ذلك خطاها يعني سلطة تنفيذية برئيس ونائبين يمثل الأقاليم الثلاثة التاريخية وحكومة وحدة وطنية، وتبدأ ليبيا في مسيرة الوحدة وإعادة الثقة ما بين الليبيين المفقودة. جيد، هذه التوطئة جيدة جدا. إذا أنت بالمجمل متفائل وترى أنه هذا الملتقى سوف يصل في نهاية المطاف إلى محطته النهائية، وسوف نرى الدخان الأبيض يخرج من أي قاعة ستعقد فيها الجلسة الختامية. نعم طه، لأن أعتقد حسب ما ترى ونرى جميعا كما قلت لك أن البعثة الأممية كما يقول الطليان سبيت تسبيتها يعني واحدة واحدة تعاملت مع الحالة الليبية، ولم يعد لديهم المجتمعون. أنا في الأول قلت لك أنا في البداية حتى أعتقد يا طه ممكن نراجعوا حلقاتنا السابقة في البداية، قلت لك إن وزعلوا مني كثير مننا، لكن هذه الحقيقة للأسف شديد يعني نحن نفقد السيادة على أرضنا وعلى قرارنا السيادي والسياسي. قلت لك إن كثير منهم المشهودون حيكون كومبارس، والخطة ونتائجها معدة سلفا، الاختلاف في بعض الجزئيات. أنا أعتقد أن الدخان الأبيض يعني سيخرج من مداخن جنيف، وأعتقد أن السلطة التنفيذية سترى النور قريبا ليس برضا الكثير. هنالك صفقات صحيح، ولكن البعثة الأممية كانت ذكية جدا وتعاملت مع العقلية والنفسية بالذات العقلية الليبية للأسف شديد، كما قال صرح بذلك السيد غسان سلامة وكما صرحت بذلك ستيفاني ويليامز، أن 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 الجميع يضع كما قال أعتقد جبران خليل جبران كثيرون حول السلطة وقليلون حول الوطن، كما قال غسان سلامة أن السياسيون يريدون البقاء في السلطة. رأينا السيد فايز سراج كيف صرح بأنه سيسلم وعقد مؤتمر كبير جدا، ثم رأيناه كيف يعني يحاول عرقلة الاتفاق السياسي بطرق غير صحيحة وغير سليمة تشوه تاريخ السيد مصطفى سراج والد السيد فايز سراج، وتشوه هذا النهاية التي أراد أن تكون جميلة ورومانسية بحيث أنه رجل في العالم الثالث والعربي أراد أن يتنزع السلطة، ولكن اللوبيات الفاسدة حوله نصحته بأن يترك السلطة يضع بعض العصي في العجلات، ولكن سارت مركبة الحوار الليبي إلى نهايتها، وأعتقد أن نهاية الأسابيع القادمة سيكون هنالك نتائج كبير جدا. الأشهر الماضية سيد إبراهيم المجتمعون أو بسخطين الأشهر الماضية أكلت من حصة أو من عمر الحكومة المنتظرة
أو السلطة التنفيذية الجديدة. الكل كان يأمل أنه في منتصف نوفمبر يكون عندنا مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ويكون عندنا رئيس حكومة منفصلة. اليوم نحن على أعتاب فبراير، وشهر فبراير سوف يذهب أيضا في المشاورات، وربما يكون في نهايته أو حتى في منتصفه اتفاق. إذا عمليا هذا المجلس الرئاسي الجديد وهذه الحكومة المنفصلة سوف تعمل فقط لستة أشهر، وهذه يعني مدة قليلة. أخي طه، نحن في ليبيا كل شيء نحترمه إلا المواعيد، التواريخ لا قيمة لها فينا. أنا أكلمك عضو مجلس النواب، جئنا لسنة وشهرين، نحن ندخل في السنة السابعة، حكومة الوفاق جاءت لشهر سنة ونصف، الآن تدخل في السنة الخامسة، حكومة سيد عبد الله الثاني لأسبوعين، الآن تدخل في السنة السادسة والسابعة. نحن لا نحترم يعني لجنة 60 من أول مقيمة الآن لم ينفرد عقدها ولم ينتهي عملها. نحن في ليبيا للأسف الشديد لا نقيم وزن التواريخ، لأن هنالك سبب وعقبة كأداء كنت أتمنى من المتحاورين ومن البعثة الأمم المتحدة أن تنتبه لها. لا يجب أن نحدد، أنا حسب رأيي لا يجب أن نحدد التواريخ بعينها، لأن العقبات كبيرة والتجربة علمتنا فشل الاعتماد على التواريخ. يجب أن يكون الانتهاء. إيه بس تخاف ما عادش تطلع يا سيد إبراهيم، بحيث يكون أكبر. يعني هي خلينا يكون البساط أحمدي، وأنا نحب نقاشاتي معاك لأنها جريئة وصريحة. يعني احنا حطينا لكم مدد، احنا حطينا لكم مدد وما طلعتوش، تبونا ما نحط لكمش مدد؟ سيد طه، الحقيقه فعلا انا اعتقد جازمه، ونكون واقعين، ساكون واقعي وشجاع معك كما وصفتني، واتمنى ان اكون كما وصفتني طه. لكن الحقيقه على الارض ان نقول لك ان المجلس الرئاسي القادم والحكومة القادمة حتما لن تستمر لمدة 10 أشهر فقط، بل سيمدد لها. أعتقد أن ما اتفق عليه في لقاء جنيف في البداية أن تكون مدة الحكومة الوحدة الوطنية القادمة مجلس رئاسي 1 سنة و8 أشهر، يعني 1.5 سنة. أعتقد أن البعثة الأممية ستمدد لحكومة الوحدة الوطنية، لأن ما فيش تحيل في حكومة ومجلس رئاسي يريد أن يحكم أو يريد أن يرى نتائجه على الأرض في 8 أشهر، حتى 1.5 سنة قليلة جدا أخي طه أن تأتي حكومة في هذا الخضم وفي هذا في هذه الفوضى العارمة، في انتشار السلاح، في الخصام السياسي، في الفرقة الجهوية والمناطقية والفكرية، تأتي في حكومة يعني ومقرها في تكون في سرت ضفة على اليمين، ضفة على الشرق لا تؤمن بالضفة على الغرب، وضفة على الغرب لا تثق بالضفة على الشرق. لابد من زرع الثقة، لابد من خطوات تحسين الواقع الاقتصادي الشعب الليبي. الشعب الليبي أخي طه دائما نقول يريد أن يرى حكومة تغير من واقع المعيشي. أنت بنغازي اليوم ماضيين يا أخي طه، وأنت نزلت بس شفت حتى في صفتك علي 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 على السياقات وعلني، يعني غرقت بنغازي في مياه الأمطار، غرقت بكل ما تحمل كلمة معنى، حتى في البنية التحتية المتقدمة في وسط المدينة، بعض المناطق اللي فيها بنية تحتية وفيها تصريف مياه الأمطار والمجاري غرقت المدينة. وكذلك أعتقد طرابلس وكل مدن ليبية، الليبيون يحتاجون إلى خدمات، يحتاجون إلى دولة تشعرهم بالأمان. الليبيون الآن كالمريض الموجود على السرير، إذا جاء دكتور يقول له والله أنت لا قلنك مريض ما يصيرش منك، ينتكس، يبي مريض يبي طبيب يقول له أنت حالك كويس وبإذن الله ستتغير الواقع. رأينا الآن 5.5 في تقدمات الواقع الاقتصادي، رأينا فتح المقاصات، رأينا يعني الدولار بدأ ينزل رويدا رويدا، رأينا بعض المشاريع في بعض المناطق يعني بدأت ترى النور. لابد من زرع ثقة ما بين الليبيين، ثم الانطلاق إلى مرحلة. أنا أعتقد حتى المرحلة القادمة انتخابات بدون قاعدة دستورية ستكون تمديد وتمطيد للمراحل الانتقالية التي أشبعت فسادا، فيما يتعلق سلطة لا قضائية ولا سلطة يعني تشريعية تراقب هذه الحكومات. جيد، بس يقال لك لا، يقال لك أنه فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية وهي نقطة يرتكز عليها من يعارض الانتخابات في نهاية السنة، يقال لك لا، زملائكم اجتمعوا الأسابيع الماضية تقريبا أسبوع قبل الماضي في مدينة الغردقة، وكان في توافق على مسألة الاستفتاء على الدستور ومسألة أن يكون فيه أيضا انتخابات في 24 ديسمبر، وفي يعني نقاشات أيضا في اللجنة القانونية تابعة لملتقى الحوار تعمل في هذا الباب. فبالتالي مسألة القاعدة الدستورية يعني تحظى بعناية من البعثة الأممية، وبالتالي يمكن التغلب عليها.
أنت تسمع جعجعة ولا ترى طحينا سيطار. نحن نسمع بالشماعات واللجان وكذا وكذا والحديث عن استفتاء الدستور حسب القانون الذي يصدره مجلس النواب. وأنا أعرف يعني بالمناسبة لست أعارض استفتاء الدستور على القانون الذي وضعه مجلس النواب. نحن لسنا ملكين أكثر من ملك. نحن لسنا أعلم بمصلحة ليبيا من الشعب الليبي. الشعب الليبي هو صاحب الرأي وصاحب يعني الكلمة الفصل وهو صاحب الحق بعد الله سبحانه وتعالى على الأرض. هو من يستفتى على هذه الأمور ثم بعد ذلك نرى نتائج ذلك. ولكن إلى أن يرى هذه المشاريع أنه لابد من توافقات أخي طه. هنالك عندك الأمازيغ بالأمس رأيت أخوتنا شركانا في الوطن الأمازيغ يرفضون هذا الدستور اللي يسمونه دستور إقصائي. أنت تقسي مكونات أساسية في المجتمع الليبي ترفض هذا الدستور ولم تشارك فيه أصلا. مكون الأمازيغ مكون التوارق التبو بعض المكونات يعني بعض المدن حتى في شرق البلاد لم تشارك في 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 صياغة الدستور ورفضت حتى التصويت على منتخبيها. وبالتالي أعتقد أن اللجوء إلى دستور توافقي يكون يعني الفكرة قلت أنا وأعضاء مجلس أعضاء مجلس النواب بعض القانونيين الحقوقيين أستاذ طه ورجال نشاط المجتمع المدني أن يكلف مجلس النواب 30 واحد 10 من كل إقليم وبمدة لمدة شهر أو 60 يوم لإخراج دستور توافقي يكون لمدة 4-5 سنين يكون قاعدة للانطلاق إلى انتخابات تكون يعني انتخابات تحت على قاعدة دستورية. طه نحن لا نحترم المواعيد ولا التواريخ كما قلت لك. الانتخابات القادمة ما الذي يضمن لك أنها ستبقى 5 أو 16 سنوات؟ ما الذي سيضمن لك أن تخرج فجر ليبيا جديدة ويحرق المطار من جديد وأن يهجر أهلنا في مناطق من جديد وأن يكون هناك نزاع في مناطق شرق ليبيا وجنوبيا وغربيا؟ الأمر الدستور أخي طه هو ميثاق وطني، هو الترضية للأمازيغ، ترضية للطوارق، ترضية لبرقة، ترضية لطرابلس فزان، ترضية لكل الليبيين، كل واحد يأخذ حقه ويصبح يعني راضي على الدستور. أما تأتي بالدستور معظم الليبيين أو في نص ما حتى ثلثهم لا راضين عليه، لا يمكن تبني بدولة أخي طه. وهذا يعني ليس مجال الحقيقة حديثنا اليوم أخي طه. حديثنا اليوم هو ما شرط عليه ويجب أن نركز عليه، وأعتقد أن يعني حديث مهم جدا. خلينا نركز عليه ونحكي على نقطة القوائم الآن سيد إبراهيم الدرسي. نقطة القوائم هل هي فكرة للتوافق أم هي فكرة تقود إلى عقد الصفقات؟ أخي طه البعثة الأموية قلت لك قرأت الواقع الليبي وحصرتها في اختيارين الأقاليم والقوائم، لكن هناك بين هذا وذاك في لعب. يعني هنالك من يعني رأينا كثرة الأسماء المترشحة للمجلس الرئاسي حتى عن إقليم برقة يعني بشكل عجيب ويدعو يدعو للاستغراب. هنالك من يقول أن هنالك شخصيات دفع بها لحجب الثقة أو سحب المؤيدين من مرشح الآخر. أنا أعتقد أن هذا كل ما يحدث هو في الجانب الصحي وفي الجانب المقبول، لأن هذه السياسة نحن لا يمكن أن نرغم السادة في 75 أن يختاروا طريقة معينة. كل هذه الأمور متاحة أمامهم ومقبولة، وهذه السياسة يقول المثل عند رجالك وخش للسوق ولا الحرب، المثل الليبي الشهير. أنت هذه صيغة مقبولة وهذا هو العمل السياسي. أنت شن تحالفاتك شن تقدم؟ رأينا السيد يعني سيد الشريف الوافي طلع ظهر على قناتكم، أتمنى المترشحين الآخرين يظهر على قناتكم وأوضح كثير من النقاط، وأعتقد أنه يعني متقدم سياسيا وفكرته مقبولة وشرح للشعب الليبي. مع أن اللي خصوه هم 75 ولكن يعني إشراك الشعب الليبي وإيضاح الرؤية لهم شيء يشكر عليه الحقيقة. أستاذ شريف الوافي هو شخصية غنية عن التعريف، أنا لا أنكر دعمي للسيد عقيلة صالح، ولكن في النهاية إذا خرج مجلس رئاسي سندعي له وسنرضى بنتائجه وسنصوت له وسنقوم بمساندته إن شاء الله تعالى، وكذلك الحكومة القادمة. هي فكرة القائمة أنه المجلس الرئاسي يأخذ معها الحكومة قائمة واحدة والتصويت عليها يكون تصويت قوائم، صح؟ هو الحكومة مثلا نقوله عقيلة صالح بشاغة أمام الكوني مثلا، لكن لو ما نش عارف أنه من إيه بالضبط يعني والقائمة الأخرى بيبة معها أوكي لأن قوائم كيه بالضبط. أنا ذكرت المقدمة هذه يعني إيه أنا ذكرت المقدمة هذه أنا ذكرت المقدمة هذه حتى نقرر شيء في البداية وننطلق منه للسؤال التالي أستاذ إبراهيم الدرسي، وهو المتعلق بفكرة المواءمة. يعني اليوم أنت حضرتك أكدت على فكرة مهمة وهي أنه ثقة مش موجودة، ثقة معدومة،
ولما تحط لي فكرة القوائم إلى أي مدى فكرة الموائمة هذه بين الشخصيات إلى أي مدى بالإمكان الوصول إليها، عرفت؟ لأنه هي قد تكون يعني شرط لا يتحقق. بالعكس، أنا أعتقد أن فكرة القوائم حتى وإن كانت يعني قد تضر ببعض الشخصيات ويعتقد البعض أنها قد تكون يعني فيها لعب سياسي، أعتقد أن لمصلحة ليبيا، أنا هكذا نقول أن فكرة القوائم هي الأفضل، أنك تجمع الأقوى، تحالفات، هذه تحالفات هي اللي تصنع الواقع على الأرض. أنا أريد شخصية وأنا دعمت عقيلة صالح ونفس الوقت لو أخفي داخل، لا هي تحالفات، مهنين نقطة، هي مهنين نقطة سيد إبراهيم، هي هنا النقطة، هي هنا النقطة، غير خليني أتفاعل مع حضرتك، هي تحالفات ولا جمع المتناقضات؟ لأنه في 2015 جمعونا مجموعة من المتناقضات، ولما سألناهم قلنا لهم كيف يا أخوان الشامي مع المغربي، قالوا لنا لا، مو هي السياسة أنك أنت تجمع المتناقضات وتديرها. وجدنا نفسنا في فشل آخر حتى على مستوى اتخاذ القرار، أصبح اتخاذ القرار في المجلس الرئاسي من قبل شخصية واحدة في ضرب صريح لنصوص الاتفاق السياسي. اليوم نحن سنواجه نفس الإشكالية ويقولون تحالفات، مش تحالف، هذا جمع للمتناقضات، وتزبكني فيها القدام يا سيد إبراهيم، صح؟ المستجير بيوم عمره كالمستجير بالنار، رمضائي بالنار، إلى المفر يطع واقع، هذا وقعنا احنا كليبين، هذا وقعنا كليبين. ولكن أعتقد 2015 يختلف على 2021 طه. أعتقد أن لما قلت لك أنا سيد مثلا بشاغة أثبت قوته في المنطقة الغربية في طرابلس، صنع نوع من السلطة القوية والمهابة، مهاربة تجانب نظر وامتدادة حتى الامتدادة يعني العرقي وامتدادة يعني الموجود في المنطقة الغربية. لا ننكر على الشخصيات الأخرى أن يكون مثلا تو السيد معتيك رجل اقتصاد فقط، لا يجيد اللعبة السياسية، لا يجيد اللعبة الأمنية. نحن نحتاج إلى رجل يجيد اللعبة السياسية والأمنية، نحتاج إلى رجل يجيد اللعبة السياسية والعشائرية. هذه الشروط قد تتوافر عقيلة صالح من جانب وسيد بشغة من جانب، وإذا حتى عند الشريف الوادي وإذا عند دبي. أنت قلت تحالفات، أنا لا أنكر على الجميع حقا أن يظهر في جيد. خلي نأخذ هذا كمثال، وأنا بنسألك الآن، وأنت ذكرت التحالفات أستاذ إبراهيم الدرسي، هل تقتنع حضرتك أنه عقيلة صالح اليوم هو حليف لفتح بشاغة؟ له علاقة بينهم، علاقة أحلاف بكل ما فيها طبعا من مفهوم عميق يبنى على مشتركات سياسية وفكرية وغير ذلك مما نعرفه نحن عن مسألة الحلف؟ أنا ما بيستشهد لك بالكلام اللي قاله نيلسون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا فترة الحرب العالمية الثانية وبعدها، أنه في السياسة لا عدو دائم ولا صديق دائم. نحن نترفع عن هذه التسمية، نحن أخوة ونحن يعني يجب أن نشركاء في وطن، ونحن نسب ودم ولحم ودولة واحدة، ويجب أن نتوافق ونتناسى ونتنازل. ما بيش نوصف أننا أعداء، نحن متخاصمون كما قال سيدنا يوسف بعد نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لذلك يجب أن نحاول أن نضع يعني نضع وجهات تقريب وجهات النظر، ونضع الأمال العريضة للشعب الليبي. هناك تناقضات، هناك خلافات وصلت إلى حد الحرب، وإن لماذا لما جلسنا على طاولة الحوار يا طه، نحن جلسنا لأن وصلنا لحد الاقتتال، وصلنا حد الشرق يكفر في الغرب والغرب يكفر في الشرق، أظنكم أصفت ضنعت، وجاء بيننا الوطن، الوطن يستنزف وينزى وينزف، لابد من جلوس على طاولة الحوار فترة، يعني حتى ربي قال سيدنا يوسف عام فيه يغاث الناس، وفيه يعصرون. يعني هذه الفترة قد تكون بسيطة وطويلة، ولكن لابد من جمع التناقضات، لأن بدون جمع التناقضات يعني أنا وياك متوافقين في الرأي، لماذا نجلس نتحاور نمشي في طريقنا؟ ولكن هنالك مشكلة كبيرة، مشكلة سياسية وصلت إلى تحدي التعارف الاستسجار. إيه ما هو الفكرة اللي تذكر فيها حضرتك هذه بعضنا وتحملوا بعضنا، قال شيء فترة 8 أشهر. الفكرة القيمية هذه اللي ذكرتها حضرتك الآن لي يا أستاذ إبراهيم هي تتعارض مع طرحك قبل 5 دقائق بأنك استبعدت أن الحكومة والمجلس الرئاسي هذا حيعملون انتخابات في نهاية السنة. إذن هم موجودون بنية مبيتة، بنية الاستمرار في السلطة، البقاء في السلطة. بالتالي المسألة مش مسألة أخوة وإحنا والله تعاركنا وبنتصالح، لا، المسألة في نية مبيتة. أنت هل ترى الهالة بتاع الملائكة على رأسي أن أحدثك؟ لا يمكن، لا يمكن يا طه تجد رجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول على السلطة
نعمة المرضعة وبائسة الفاطمة، بتفط مقبرتك لشعبك كله. شوف الحكام شو داروا في شعوبهم. نحن يعني أنا أشيد حتى بالدور السيد، ممكن مش عارف هل هو حقيقة أم لا، لكن قريتها، سيد عبد الجواد العبيدي الانسحاب وعلل السبب انسحابه كما قلت أنت الآن، يعني في ظرف 8 أو 9 أشهر لا يستطيع أن يصنع شيء. ولكن أنا لا أتحدث عما يجول في خاطري، أتمنى يكون في انتخابات 24 ديسمبر، ولكن أرى من خلال الواقع، استقراء الواقع والحالة الليبية، أن الحديث عن انتخابات قادمة في 24 ديسمبر أعتقد أنه فيه شيء من المبالغة، وأعتقد أنه سيمدد لهذه الحكومة والمجلس الرئاسي. وحتى جواب السيد شريف الوافي بالأمس كان دبلوماسي، لا يمكن أن أقول لك على حاجة، لا يمكن أن السياسي يجلس على رئيس مجلس رئاسي أو رئيس حكومة لمدة 8 أشهر ونقول له 7 أشهر 2 هذا حيعدي و3 حيأخذوا منا على ما بين، أنت مش سلم الحكومة يا طه تبي لك 6 شهور يعني الحقيقة، أو بين الحكومات أنت مش حكومة واحدة. احنا في 2014 في الغرب ومشاكل كبيرة. احنا في 2014 لما رحنا معاكم لطبرق حتى صارت مسألة التسليم والاستلام كان عرس يا سيد إبراهيم، ونوري بوسهمين موجود في الركسوز وحرجان وما يبيش يمشي، وراح عز الدين العوامي لطبرق وراح معنا قصة يعني، عرفت فعلا طه والله هذه الحالة الليبية المستعصية هي سببها ومؤدها سببين اثنين أعتقد، عدم الثقة وتدخل الدول الأجنبية في الشأن الليبي. الليبيون يجلسون في أقصى وغرب البلاد وشرقها على طاولة واحدة وفي مربوعة كما يقولون احنا، وحلوا مشاكلهم فيما بينهم. رأينا كيف كان الاستقلال وكيف جلس الليبيون في برقة وطرابلس فزان وأنشأوا دولة من العدم، وتحدوا فرنسا وتحدوا بريطانيا والدول المستعمرة الليبيا، وقاموا دولة يعني ودستور يشهد له ويشار له بالبنان. لكن كما قلت لك سيدنا يوسف قال من بعد أن نزل الشيطان وبيني، قال بين نفسه وبين أخوتي، الشيطان دخل بيننا، الشيطان خرب الليبيين، نحتاج إلى فترة أقل شيء عودة الثقة، ونتمنى ذلك. طه نحن ما نتمنى هو استمرار الحرب، أهم حاجة الحرب وقفت، الآن في مجال للجلوس والحوار، ما دام في حوار ما دام فيها نار ودخن. قالوا دقيقتين نحكوا على فرضية البعض طرحها وقال إنه والله جزء أصيل من إصرار البعثة الأممية على استكمال هذا المشوار هو نزوع شخصي للمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليمز، التي تريد أن تحقق لنفسها مكتسبا وإنجازا يسمى باسمها في الساحة الليبية، لذلك تم التمديد لها بضغط أمريكي. النزعات الشخصية إلى أي مدى تحضر في مثل هكذا مواقف؟ الحقيقة طه أنا لا أشاطر هذا الرأي أحد، أنا يعني أعتقد أن البعثة الأممية قامت بعمل جبار وعمل كبير جدا. هذه الخلافات وهذه التناقضات وهذه المشاحنات والبغضاء والحروب والقتل، ومن 2011 نحن حروب وقتال وزيد الانفصال بعد 2014، لا يمكن لأحد أي مبعوث ممكن أن يصل لمواصلية. انظر إلى جريفيث في اليمن، انظر إلى ديمستورا ومن جاء بعده في سوريا، الوضع في ليبيا بدأ يستقر. الشكر أنا أشكر السيدة ستيفاني ويليامز على دعمها وعلى إصرارها اللي ما وصلت إليه. لا شك أن كل إنسان في هذه الحياة يريد أن يكون السيفي متاعه يعني ممتاز، خاصة في الأمم المتحدة، لأن قد يكون لديه أمل أن تكون يعني أمينة عامة للأمم المتحدة وتكون تصنع نفسها اسم حتى في الخارجية وفي الدبلوماسية الأمريكية. هذا شيء يعني شيء طبيعي ومسلم به، لكن على الواقع ستيفاني ويليامز نجحت ونجاحها كان كبير ومبر. وأقول لك وأعيد كما قلت لك في البداية، هي درست الحالة والعقلية الليبية وبالتالي وصلت لما وصلت. أنا بالنفس كمواطن ليبي برئيس مجلس عضو البرلمان أشكر السيد ستيفاني ويليامز والأمم المتحدة على ما وصل إليه. كنا سنذهب إلى حرب طاحنة لا ندري نهايتها، أنظر إلى سوريا، أنظر إلى اليمن، نحمد الله سبحانه وتعالى أن الحروب انتهت، ونبدأ في ندع الخيرين يقومون بعملهم، والكرة في ملعب الليبيين، وبشاغة والله عقيلة ولا دبي وشريف الوافي الليبيين ويروا حال الشعب الليبي. أعتقد أن الوازع والضمير سيستقر لديهم وسينظرون لهذا الشعب البائس بنظرة الحن والحنان والأمن والأمان إن شاء الله. أشكرك جزيلا سيد إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب، كنت ضيفا عزيزا على 218 نيوز برنامج لايف في هذا الجزء الأول. مشاهدينا الكرام، نطوي صفحة الملف الأول، نخرج إلى فاصل قصير، وفي الملف الثاني سوف نناقش الخروقات الأمنية وانعكاسها على اتفاق وقف إطلاق النار. الملف الثاني في حلقة اليوم.
ما تزال الخروقات تحصل مشاهدينا الكرام فيما يتعلق بالمسار العسكري لتؤثر بشكل أو بآخر على الاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شهر أكتوبر الماضي برعاية البعثة الأممية بين وفد من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ووفد من حكومة الوفاق. بالأمس كان هنالك مجموعة من البيانات الرسمية للناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي. هذا هو البيان رقم واحد، بيان إعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة: رصدت وحدات الإنذار والاستطلاع المبكر لقوات الدفاع الجوي العربي الليبي انتهاك طائرة بدون طيار أجنبية للمجال الجوي الليبي مقابل منطقة هراوة شرق السرت 50 كيلومتر عند الساعة 11 صباحا الخميس 28 يناير. هذا العمل المعادي يتعارض مع بيان القيادة العامة الذي شددت فيه على ضرورة احترام المجال الجوي وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية. هذه الأعمال المعادية والاستفزازية من قبل الأطراف الساعية لإفشال التسوية السياسية التي تعمل عليها البعثة الأممية والدول الصديقة والشقيقة وكذلك مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. إننا نعرف تماما، والحديث طبعا للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إننا نعرف تماما النوايا الخبيثة من خلف هذه الاستفزازات للقوات المسلحة من أجل دفعها لعمل مضاد ويعتبر بعد ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار والذي أعلننا آنفا التزامنا به. عليه نؤكد التزامنا بكل ما تم التوصل إليه من وقف لإطلاق النار وكل متطلبات العملية السياسية السلمية، كما نؤكد أن هذه الأفعال الخبيثة لن تؤثر علينا وعلى قراراتنا السابقة وعلى الأعداء، هكذا وصفوا، أن يعلموا أن اختبار صبرنا أمر خطير. هذا هو البيان الأول مشاهدينا الكرام، كان تقريبا ظهر يوم الجمعة طبعا وحظي باهتمام بالغ من وسائل الإعلام. مساء كان هنالك بيان آخر موجود أيضا ومعنون حتى هذه اللحظة في منشورات الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، وهو الصوت المعبر عن توجهات وآراء القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية. البيان الثاني نشاهده معا ونقرأه عليكم سريعا قبل أن نطلب تعليقا من ضيفنا الذي ينتظرنا عبر الخط الهاتفي السيد رضوان الفتور المهتم بالشان السياسي، ونشكره للانتظار بس صبرك علينا دقيقة. تستمر الميليشيات التكفيرية المتطرفة والإجرامية في محاولاتها لعرقلة التسوية السلمية للأزمة، وذلك يرجع لقناعاتهم بأن السلام وإنهاء الأزمات في ليبيا يعني نهايتهم على كل المستويات والاتجاهات وأنهم خارج أي تسوية للأزمة. وفي هذا الصدد رصدنا وبناء على معلومات موثوقة أن الميليشيات التي يرأسها المدعو البقرة بين مزدوجين هكذا مكتوب وبقايا مجلسي إرهاب بنغازي ودرنا يخططون لتفجير مقرات عامة وخاصة منها مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس بحي جنزور وإلساق التهمة بالقيادة العامة باستخدام شعاراتها وصور لسيادة القائد العام وبعض رموز القيادة من الضباط. عليه ندعو كافة المواطنين في طرابلس ومؤسسات الدولة لاتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع هذه الجرائم التي تهدد كيانات الدولة والمواطنين عامة، وكذلك تقع مسؤولية مكافحة هذه الجرائم على عاتق كل المنخرطين في الحوار السياسي من كيانات وأفراد. سيد رضوان الفتوري مرحبا، أعطينا تعليق. مرحبا سطاها، تحياتي حضرتك وللسادة المشاهدين. بالتأكيد هناك هذه الميليشيات ما هي إلا عبارة عن أداة أو أدوات في يد الأردوغاني العثماني الذي يحاول بشتى الطرق أن يفشل أي مسار سياسي أو تسوية سياسية. لماذا؟ لأنه هو الخاسر الأكبر. الحكومة التنفيذية المقبلة أو المجلس الرئاسي المقبل بأي شكل من الأشكال سوف تنهي رسميا وبشكل علني كل الاتفاقيات المبرمة مع تركيا مهما كان تحسينها. لذلك هم حريصين كل الحرص على إفشال هذه المسارات. رأينا كيف هدد الغرياني منذ بضعة أيام، وثاني يوم صارت حرب على ترهونة بكل ما تعني الكلمة. إذن هم أعلنوها صراحة أنهم يريدون تفشيل وغير مقتنعين بهذه المسارات السياسية، لأن إذا استقرت ليبيا فهؤلاء
مكانهم الطبيعي هو السجن. ماذا يعني أراد اللواء المسماري يوم أمس من وراء هذه البيانات؟ أستاذي يعني واضح أنها بيانات استباقية، لأنهم هم بارعون بتغيير الحقيقة، بارعون بقلب الأمور الحق باطلا والباطل حق. لا استبعد إطلاقا أن تجرى عمليات اغتيالات في طرابلس لشخصيات مهمة، أو مثلا تفجيرات لمؤسسات عامة أو للأمم المتحدة. وأيضا هم يعرفون تماما بكيف يأتون بأدواتهم وبمنسقات وبصور للقائد العام لإلصاقها بهذه التهمة للجيش، ورغم أن العالم بأجمعه يعلم أن القيادة الجيش العربي الليبي جيش منضبط، وليس تفكيره كتفكيرهم. هم ميليشيات إجرامية، ميليشيات مافوية، لذلك لا سيطرة عليهم إلا من شخص واحد، رجب طيب أردوغان أميرهم وسيدهم. خروج طائرة مسيرة ووصولها إلى منطقة هراوة، وهذا في نظر قيادة الجيش الوطني الليبي يعتبر خرق وأمر مهدد لوقف إطلاق النار. نسأل سيد رضوان، وأنت كثير الحديث من مثل هكذا أمور، نسأل عن موقف لجنة 5+5 اليوم من مثل هكذا عمل. أستاذي، أولا لجنة 5+5 من أنجح المسارات، لأنها هو المسار الحقيقي، لمس المشكل الأمني وهو مشكل ليبيا. وأيضا المشاركون هم عسكريون وزملاء دفعة، وتوافقوا في وقت قياسي. لذلك اللجنة حريصة كل الحرص على تنفيذ هذه القرارات، وأيضا برعاية ومباركة دولية، واعية تماما لهذه التحرشات إن صح التعبير. لكن في نهاية المطاف العالم يشاهد، وأيضا أستاذي صبر الجيش بدأ ينفذ. هذه التحرشات كما وصفتها سيد رضوان تأتي بعد انتهاء المدة الخاصة بخروج القوات الأجنبية، والذي يعتبره البعض أنه هو تحدي، لا أريد أن أقول فشل، ولكن لم تنجح فيه لجنة 5+5. أستاذي، من الذي تعهد بخروج المرتزقة وتفكيك الميليشيات؟ هو المجتمع الدولي، هي استفانة بالدرجة الأولى. لذلك لا يمكن، وعبر منبركم الكريم، لا يتم خروج المرتزقة والمحتل التركي إلا على يد الجيش الليبي. نقطة على السطر الذي يعول على قوات دولية وعلى قرارات أممية لمغادرة هؤلاء المحتلين، فيقول مرجاه بالعامية. لماذا؟ لأن أردوغان يؤسس ليس لاحتلال ليبيا بل شامل شمال أفريقيا بالكامل. رأينا الجنس الجوي يوميا بقاعدة ووتيا، قاعدة مهديكا، في مصراتة. واضح أنه هو واجهة لقوة أخرى، قد نرى تغير دراماتيكي خلال الأيام المقبلة. لكن أستاذي، ما فرض على ليبيا بالقوة لا يمكن إلا أن يرفع إلا بالقوة. طيب، ريتشارد ميلز وهو ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن قال الخميس سيد رضوان على تركيا وروسيا سحب قواتهما وإخراج المرتزقة من ليبيا فورا. في أي سياق يمكن قراءة هذا التصريح؟ أستاذي، يعني هذا قد يكون أول تصريح بالنسبة للإدارة الجديدة في الأمم المتحدة. واضح أن المقصود به مباشرة هو تركيا. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، أن العالم يرى آلاف مؤلفة من المرتزقة، يرى احتلال مباشر من تركيا. أيضا العالم يرى عشرات بل مئات الأسرى في سجون القوات المسلحة من مختلف الجنسيات، وشهدنا عدة فيديوهات.
بالمقابل لم نرى أسير واحد روسي، لم نرى لم نرى صورة فوتوغرافية. لذلك هو يعني هذا التصريح المقصود به مباشرة القوات التركية، لكن من نواحي دبلوماسية يعني قال القوات الروسية. وأيضا رأينا ردة الفعل الروسي التي نفت تماما عن وجود قوات روسية على أرض المواجهة. أستاذي، لو المشير حفتر وافق على قوات برية، قوات عسكرية مباشرة روسية، لكان منذ فترة طويلة جدا تغير المشهد. على ماذا نحن مقبلون أخيرا سيد رضوان بعد كل هذا الطرح، بعد كل هذا الطرح الذي تفضلت به، على ماذا نحن مقبلون؟ مقبلون أستاذي الفاضل على قناعة كاملة أن لا يحق جندك سوى بالطرق. رأينا هذه الآن استيفاني تحاول جاهدة أن تترك بصمة سوداء، تحاول جاهدة أن تعين بشاغة، نصبت نفسها حاكم مطلق لليبيا وهي تحدد من يمثل الليبيين ومن لا يمثل. إذا يعني هذه الأمور صارت مكشوفة تماما. أعتقد الحل على يد الليبيين، الحل على يد الجيش. لماذا؟ حتى رأينا بيان سبراتا كيف في معناه استغاثة بالجيش، أن عندما استعمل الجيش توغلت هذه الميليشيات. إذا الغرب الليبي أستاذي الخلاصة ختما وليس ختاما، الغرب الليبي محتل تماما من قبل الأتراك عبر أدواتهم أيضا التركية. لا يفل الحديد، لا يفل هذا الأردوغاني سوى جيشنا البطل. سيد رضوان الفتوري المهتم بالشأن السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت في هذا الجزء الثاني. مشاهدينا الكرام، في جزئنا الأول تحدثنا عن ملتقى الحوار السياسي الذي وصل إلى محطة جنيف من جديد، ولكن بالشخصيات 75 لاختيار القائمة الأوفر حظا من بين القوائم. ونحن قد شاهدنا في الأيام الماضية عديد الأسماء التي رشحت نفسها سواء لمقاعد المجلس الرئاسي أو لمقاعد رئيس الحكومة، الحكومة التي سوف تكون منفصلة عن المجلس الرئاسي بخلاف الاتفاق السياسي. وأيضا في الموضوع الثاني تحدثنا عن بيانات الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، البيان الأول الذي أشار فيه إلى خروقات في المجال الجوي الليبي وكيف ينعكس هذا الأمر على عمل لجنة 5+5 التي تعمل من مدينة سرت، وبالمناسبة لديها اجتماع حاسم في يوم 4 فبراير وستناقش فيه مسألة الترتيبات العملية لفتح الطريق الساحلية. وأيضا البيان الآخر الذي حذر فيه من عمليات في مدينة طرابلس منها استهداف مقر بعثة الدعم الأممية من مجموعة من شورى بنغازي ودرنا وأيضا كتائب في طرابلس وإلصاقها بالجيش الوطني الليبي. هذه البيانات ناقشناها بطرح مفصل وموضوعي. وصلنا للختام، غدا بإذن الله حلقة جديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.